كل عام تجي الأخبار يقولوا موجة حر غير مسبوقة، وكأننا لا نعلم ذلك، وكأنه شيء غريب علينا. لكن هل بالفعل إنه ما نراه اليوم هو مجرد عينة لما سيكون عليه الحال طوال الوقت في غضون عقد من الزمان أو أقل؟ طبعا هذا لعالم المناخ دانييل سوين. صباح الخير وشكرا جزيلا على التسليط على هذا الموضوع المهم حقيقة. نعم، ارتباط مباشر ما بين يعني درجات الحرارة المرتفعة وبشكل غير مسبوق، وكل هذه الأحداث أحداث الطقس ما نسميها بأحداث الطقس القياسية أو المتطرفة ذات ارتباط مباشر في قضية التغير المناخي وأيضا في ظاهرة الاحتباس الحراري. المتهم الأول حقيقة في هذا الأمر هو الإنسان ونشاطه في انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة في حرق الوقود الأحفوري ويعني إرسال هذه الكميات الكبيرة من الغازات إلى الغلاف الجوي، وهذا ما يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. فلذلك قضية التغير المناخي هي يعني قضية الآن يعني طارئة، ويجب أن نتعامل معها بمنتهى الجدية سواء كنا على مستوى حكومات أو قطاع خاص أو حتى على مستوى أفراد. فلذلك نعم، نحن للأسف دخلنا في ما يسمى بحالة الطوارئ المناخية نتيجة عدم التزام كثير من الدول، خاصة الدول الصناعية الكبرى، في خفض هذه الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وكما شهدنا يعني سواء كنا في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، كل هذه الأحداث سواء كانت فيضانات أو يعني موجات حر قياسية، كلها يعني هي نتيجة مباشرة وتداعيات لظاهرة التغير المناخي. يعني في الأخير الإنسان هو السبب. طيب.